السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يا رب قراءتنا تكون جميله وتكون كلها طاقه ايجابيه، كلها انفراجات حلوه لجميع مواليد برج السرطان. برج السرطان عايزاكم تركزوا كويس جدا في قراءتكم، لان بصراحه عندكم شويه امور مختلفه عن جميع قراءاتكم. بصوا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اهو قدام عينيكم اهو، ونقول بسم الله. اهم حاجه اللايك عشان بيرفع الفيديو بتاعكم. بسم الله. طيب بصوا بقى، انتوا دايما، انا دايما بيعصبني برج الكوس لانه ما بيسمعش الكلام، دي حقيقه. انتوا اللي بترجعوا نفسكم من هنا لهنا، انتوا اللي بترجعوا لورا بسبب كلامكم، بسبب اموركم، بسبب ان انتوا بتحبوا تفرحوا الاخرين، وده اكبر غلط. دايما اقول لكم اللي انتوا بتعملوه ده غلط، لكن مفيش سمعان كلام. بصوا بقى، اول يعني انتوا عندكم اول حاجه بتسالوا نفسكم امتى هنفرح، امتى الحال هيتغير، امتى هيتتبدل، امتى هيبقى فيه فرج، امتى هنحس بالامان والراحه. سؤال غريب جدا بتسألوه لنفسكم، لأن في أمور معرضاكم لصدمة، معرضاكم لتوتر، لحيرة، وده بسبب الحال اللي انتوا فيه. لكن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ليكم دعوة مستجابة، دعوة عند ربنا، دعوة بقى مولود، دعوة حال، تغيير يعلم ربنا. طبعا اكتشفتوا حية، حية كبيرة قوي ليها سنين موجودة في حياتكم، اكتشفتوها وعرفتوا صاحبة، وعرفتوا صاحبكم وعلموا عليه. انتوا ما خدتوش معاها اي اجراءات، لكن انتوا عرفتوا مين اللي دايما بتأذي فيكم. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في انتظار مولود، في انتظار سفر، في انتظار فلوس، حاجة من التلاتة دول، والاكتر شايفة فلوس او مولود، لان انتوا عندكم هنا رزق كبير قوي، اسماك كتير، اشكال والوان، وده بيدل على الاسماك. وفي مولود هنا ذكر، مولود ولد ان شاء الله باذن الله، لو مستنيين مولود او زي ما يكون، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. شايفه كمان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، في فرحه كبيره جدا هتتحول عندكم، يعني الحزن اللي انتوا فيه ده هيتبدل فعلا 180 درجه، وساعتها هتيجوا تدوني الحلاوه، لان في خبر حلو قوي او فرحه كبيره جدا انتوا تستاهلوها، لان انتوا فعلا تستاهلوا كل خير، لكن الدنيا اللي حاطه عليكم. برج عذراء، برج جدي، برج تور، حد من الثلاث ابراج دول ليكم علاقه قديمه معاهم؟ حد من حرف الام، من حرف الالف، حرف الياء، حد من الحروف دول ليكم علاقه معاهم؟ كان في كلام بينكم قبل كده؟ كان في امور اخدوا عطا قبل كده؟ الله اعلم، انتوا اللي تقولوا لي، انا اللي الظاهر بقوله، وانتوا تقولوا لي بقى اذا كان في ولا القراءه مش تنطبق عليكم. شايفه كمان ان بسم الله ما شاء الله عليكم، في وقفه من جديد في حالكم، في حياتكم، في وقفه هتاخدوها كده بخطوه جديده، بامور منطلقه، امور يعني حلوه ان شاء الله باذن الله. طيب شايفة كمان هنا ان في سكينة، والسكينة دي مش دبحاكم، لكن في ضغط كبير عليكم من شخص، شخص كبير قوي، الشخص ده كده عمال يضغط عليكم بقاله مدة، في حاجة عايزكم تعملوها وانتوا مش عايزين تعملوها، انتوا بتحبوا تمشوا بدماغكم، بتحبوا ما حدش ليه دعوة بيكم، ما حدش يتدخل في اللي ملهوش فيه. في ناس بتتدخل في حياتكم، وعشان كده في مفيش استقرار الفتره دي، لكن شايفه انه في قعده وفي موضوع مهم هيتفتح، والموضوع ده هتاخدوا فيه حقكم، وهتاخدوا فيه رد حلو، يعني انتوا في حد هيقعد قعده وهيحكم بالعدل، الله اعلم، لكن في عداله عندكم حلوه. الموضوع ده انتوا بقالكم مده بتفكروا فيه، شاغل تفكيركم، شاغل حياتكم، اخد وقت كبير جدا منكم، الله اعلم، انتوا اللي تقولوا، لكن هو موضوع كبير.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله بسم الله. طيب بصوا، اول حاجة انتوا عندكم راجل، راجل كبير في العمر، الراجل ده جد جدا في حياتكم، وهيقف معاكم في فلوس. هو انتوا في حد نصب عليكم في حاجة؟ يعني خلينا صراحة كده مع بعض، في حد اخد منكم فلوس؟ اذا كانت جمعية، اذا كانت فلوس محوشينها، الله اعلم. في حد اخد منكم فلوس ومش عارفين ترجعوها؟ لاني انتوا هنا في جدال كبير على فلوس، وفي قعدة على فلوس. في شخص، الشخص ده الوضع بتاعه الاجتماعي هيتحسن الفترة اللي جاية. الشخص ده موجود في حياتكم، اذا كان اخ، اذا كان شريك، اذا كان حد من عيلتكم، الله اعلم. لكن وضعه يعني هو دلوقتي في ضيق، والدنيا يعني ضيقة عليهم شوية، لكن في تحسن بإذن الله، ودي بشرة خير. شايفة كمان هنا ان الفترة دي هتختاروا ان انتوا تكونوا في عزلة شوية عن الاشخاص اللي حواليكم. لكن في اشار، في رقم اتنين ورا، يعني رقم اتنين عليه دايرة، وورا رقم اتنين ده في رجوع لحياتكم الطبيعية اللي انتوا كنتوا فيها في الاول، وتبدل الحال طبعا الفترة اللي فاتت 180 درجة. وده بعد خيانة حد مقرب ليكم، حد كان بتحبوه جدا خانكم، لكن هنا في رجوع حق، يعني جزء من ظلمكم. بسم الله ما شاء الله عليكم، في جزء كبير جدا من الناس اللي ظلمتكم، بس علشان محدش يفهم غلط، لو عندكم حد ظالمكم في رجوع، مش رجوع للشخص نفسه، في رجوع حق، وده بشكل كبير جدا. لاني يعني شايفة ان انتوا هترجعوا لحياتكم بشكل حلو. في بلوك كان معمول لحد ورجع اتفك، لان في بلوك مفكوك عندكم، يعني في كان حيطة مسدودة وفي الاخر رجعت تاني، الحيطة اتشالت. فده في معنى كده ان في حد هتسامحوه، لا اما في بلوك هيتفك باذن الله. شايفة كمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عندكم موضوع متعلق بالسفر، لان في طيارة وفي شنطة سفر، الطيارة للناس اللي مستنية سفر، وشنطة السفر للناس اللي مستنية تغيير مكان، تغيير سكن، تغيير حال، تغيير مكان، الله أعلم. لكن في نقلة من مكان لمكان. في رزق، الفلوس اللي هتيجي لا إما هتسددوا بيها ديون، لا إما هت يعني لا إما هتسددوا بيها ديون بشكل كبير جدا، لا إما هتشتروا ذهب وهتستثمروا، الله أعلم. لأن في ميزان، والميزان مش حاكم بالعدل، ده بيدل إن أنتوا يا إما هتسددوا لا إما هتستثمروا، وإن شاء الله بإذن الله يكون استثمار. طيب في شوية قلق جواكم اتجاه حد. وانتوا معاكم فيزا، حاطين فلوس في البيت، في حد يعرف عن الفلوس اللي انتوا حاطينها في البيت او الفيزا اللي انتوا معاكم؟ حد يعرف المبلغ اللي انتوا حاطينه؟ حد يعرف كلمة السر بتاعت الفيزا؟ لو في حد يعرف كلمة السر انصحكم تغيروها، ولو انتوا حاطين فلوس في البيت وحد يعرف مكانها غيروا المكان بتاعها، ودي نصيحتي ليكم. بصوا هنا، هنا في فرصة، فرصة زي ما اقول ان هي فرصة من ذهب، الفرصة دي هتتعرض عليكم، يعني معروض عليكم اصلا هي حاليا، او هتتعرض عليكم بعد كام يوم بالظبط. الفرصة دي هتخليكم مبسوطين جدا، على قد ما انتوا هتخافوا
ان انتوا تغامروا في الفرصة دي، لكن هتبقوا مبسوطين بالخير اللي هيجيلكم من وراها. في حد الفترة دي هيطلب منكم ان انتوا تقفوا جنبه وتساعدوه، في معنويات، في فلوس، هو الطلب مش واضح، لكن في طلب هيطلبه منكم. في شخص بعيد عنكم، الشخص البعيد عنكم ده بيفكر فيكم وعايز يتكلم معاكم بأي طريقة، لكن انتوا رافضين وقافلين الباب، لأني مش عايزين اللي فات يرجع تاني، لأن انتوا صدقتوا ما حررتوا نفسكم من اللي انتوا فيه. لان دايما اللي بيجي لكم من ورا ظهركم بيتعبكم، وعشان كده في تناقض في حياتكم وفي اشياء غريبة انتم مش فاهمينها. حضرتوا مناسبة ولا لسه؟ مناسبة حلوة مش وحشة خالص، كان يعني المناسبة دي حلوة، فيها قعدة وفيها حاجات حلوة. طيب الفترة دي حصل خلاف عائلي ولا لسه هيحصل؟ هو انتوا ربنا هينصركم فيه وهيلم الموضوع معاكم، اذا كانت مشكلة او خلاف بسيط هيتلم. حصل ولا لسه ما حصلش؟ شايفالكم عوض من عند ربنا، العوض ده زي ما هيجيلكم كده اقول لكم شبيك لبيك، احنا بين ايديكم. شفتوا العوض ده؟ في عوض حلو جاي لكم، لكن عايزاكم في وجع في بطنكم، وجع، في حد عنده مشاكل في الرحم، مشاكل نسائية، في حاجات عندكم مشاكل تخص الحاجات دي، انه شايفاكم في حزن عندكم. شايفة الراجل بيشتكي من وجع في المعدة ووقف حال، وقف حال شديد، الرجالة بالأخص، وعايزين تزوروا دكتور أو عايزين تعالجوا اللي انتوا فيه. في فرج إن شاء الله بإذن الله. اكتشفتوا إنه في طرف تالت في حياتكم، في علاقاتكم، ولا خرج ولا ايه بالظبط؟ لاني شايفه في كان في طرف تالت وخرج او هيخرج، لان كان في حوارات كتيره جدا، في حاجات كتيره جدا مش ناجحه، او حاجات كتيره جدا اكتشفتوها، فالعلاقه دي هتنتهي. وباذن الله، باذن الله لم الشمل هيكمل على خير، لم شمل مع اولاد، ده مفتوح قدامكم وبشكل كبير، اني شايفه حضن معاكم تلات اولاد او اربعه، في دايره عيله باذن الله. هو انتوا ليه دايما بيظهر لكم مرات اخ او اخت؟ بس دايما اقول ان هي اغلب الحاجه مرات الاخ، والله اعلم بتكرهكم، مش حبالكم ابدا المكان اللي انتوا فيها، او عين قوية عليكم صايباكم بالحسد، بالدوخة، دايما عندكم دوخة وعندكم هبوط في الدورة الدموية، في حاجة انتم لخبطالكم حياتكم بالكامل. على قد ما في تبشرات حلوة في حياتكم، على قد ما انتم يعني في حزن، يعني مش عارفين يعني دايما بتقولوا حسب الله ونعم الوكيل، وبتستكفوا بكلمه حسبنا الله ونعم الوكيل، لاني عارفين ان ربنا هيجيب لكم حقكم في يوم، يعني مش في يوم وليله، لكن عندكم طاقه جواكم كده ان ربنا هيجيب لكم حقكم في الوقت المناسب. فعايزاكم تطلعوا من القهر اللي جواكم، اللي جواكم، والظلم اللي انتوا فيه، ما انتوا برضو ظالمين نفسكم بنفسكم، اللي انتوا بتفكروا فيه، وان انتوا يعني قافلين على نفسكم بيبان، والطاقة اللي هي فيكم دي برضو انتوا مسيطرة عليكم بشكل كبير جدا.
فعايزاكم تهدوا كده شوية وتبطلوا التناقض اللي في حياتكم ده بسبب الضغوط النفسية اللي حواليكم، لأن الضغوط النفسية عاملة لكم كتلة من المشاكل. في قعدة محكمة، قعدة مواجهة مع حد، حق بإذن الله هيرجع مع حد في محكمة، أو في أمور يعني هتاخدوه حقكم منها. دايما بتقولوا حياتنا مقلوبة على طول، ما انا قلت لكم في تحسنات عندكم وفي انفراجات. حلو، ليه شايفين ان حياتكم مقلوبة؟ في وظيفة حلوة، علاقة، في اكتر من حاجة هتحسن حتى تفكيركم، بس علشان كل حاجة تكمل في حياتكم زي ما انتوا عايزين، عايزاكم تداروا وتخبوا وتستهدوا شوية، لان الضغط النفسي اللي انتوا فيه ده مش حلو ليكم. يعني عايزاكم كده تهدوا شوية وتحطوا دماغكم كده جوه راسكم اكتر، بمعنى ان انتوا تفكروا بطريقة احسن من كده. بلاش تأذوا نفسكم مع ناس عاملة لكم حيرة. اي حد يدخل حياتكم ابعدوا عنه. دايما اقول ان انتوا ما تستاهلوش اللي بيحصل لكم من اللي حواليكم، لكن هي الحياة عايزة كده. حصل اشتباك او امور انتوا خدتوا وديتوا فيها ومحدش تمر فيه، هو انتم دايما بتعملوا خير كتير، دايما بتفعلوا حاجات كتير حلوة، لكن محدش بيتمر فيه. وبالاخص انتوا هنا مسلفين حد فلوس مبلغ او حد، يعني لا، هو انتم مسلفين حد فلوس والحد ده كل يوم يقول لكم بكرة 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 بكرة، او ممكن ما يردش عليكم. حصل، هو انتوا زعلانين ان كان في مناسبة عندكم ومحدش جاب لكم هدية، ولا الشخص التاني اللي زعلان ان كان في مناسبة عندهم وانتوا ما جبتوش هدية؟ يلا بقى انزلوا قولولي، قولولي مين اللي زعلان منكم ان انتوا ما جبتوش هدية، او انتوا زعلانين من مين ما جاب لكمش هدية؟ انتوا بقى اللي تقولولي. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. انزلوا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو علشان يوصل لكم كل جديد، واشتركوا في القناة طبعا للناس اللي اول مرة تسمعني، وان شاء الله باذن الله انزل لكم قراءات كتيرة حلوة تعجبكم وتنول مرادكم علشان دايما تشجعوني وتكونوا معايا. تحياتي ليكم.